مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول، الحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وأخبار الأندية والصحافة والانتقالات والإشاعات واللاعبين وأيضا نتائج أبرز المباريات، بما أنه الآن كل البطولات متوقفة وما في أي مباريات إذن في كافة أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. الله يبعد عنا وعنكم جميعا وتكونوا بصحة وخير وسلامة. إذن سننتقل فورا إلى أخبار كرة القدم والحصاد الكروي والمستجدات. إذن رح نبدأ. إذن كان المدير الرياضي في نادي لايبزيغ الألماني ماركوس كروتشي أكد اهتمام ناديه باللاعب تانغوي كواسي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الموهوب البالغ من العمر 17 عام والذي ينتهي عقده مع ناديه في صيف هذا العام، وبالتالي يحق له الانتقال إلى أي نادي آخر. إذن على ما يبدو هذا اللاعب موهوب جدا ويحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى. في خبر آخر، وفقا للصحافة نادي باريس سان جيرمان كان نادي باريس سان جيرمان جمع أكثر من 200 ألف يورو لصالح طواقم الخدمات الصحية المحلية التي تكافح انتشار فيروس كورونا في فرنسا من خلال بيع 1500 قميص خاص بالنادي. هذه القمصان تحمل عبارة كلنا واحد. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الحارس الإسباني دافيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد تبرع بمبلغ 300 ألف يورو من أجل دعم جهود مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن يخصص مبلغ التبرع لدعم التجهيزات الطبية وكذلك مساعدة عائلات متضررة من أزمة انتشار الفيروس في العاصمة الإسبانية. إذن في خبر آخر، كان أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي أعلن عن وفاة شقيقه زوكا عن عمر ناهز 77 عام بعد صراع طويل مع مرض السرطان. إذن في خبر آخر، كانت سلطات مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل أعلنت أنه مجمع الماراكانا الرياضي في البرازيل المشهور طبعا باستاد ماراكانا سيتحول إلى مستشفى مؤقت من أجل المساعدة أيضا في مكافحة فيروس كورونا. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة الإيطالية على ما يبدو نادي يوفنتوس يراقب اللاعب النمساوي دافيد ألابا ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ البالغ من العمر 27 عام. إذن كان دافيد ألابا صرح منذ مدة أنه هو يرغب بخوض تجربة جديدة خارج نادي بايرن ميونخ، وهذا ما جذب أنظار الأندية الكبرى له وجعلوه يفكر أو تفكر الأندية الكبرى بالتعاقد مع دافيد ألابا. إذن خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات على هذا الفيديو، هل تتوقعون أنه يوفنتوس سيضم دافيد ألابا؟ هل تتوقعون أنه سينجح ألابا مع نادي تورينو؟ إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو نادي أرسنال سيسعى لتجديد استعارة اللاعب الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد في الموسم المقبل. داني سيبايوس كان قبل توقف الدوريات كان عاد لاستعادة ثقة وخاصة بقدوم ميكيل أرتيتا كمدرب لأرسنال، وعلى ما يبدو أرسنال سيطلب من ريال مدريد تجديد الاستعارة، ووفقا أيضا لكلام الصحافة أنه نادي ريال مدريد سيقبل بتجديد إعارة داني سيبايوس. إذن خبرونا عن رأيكم من خلال التعليقات، هل تفضلون عودة سيبايوس إلى ريال مدريد أم أنه تجديد إعارته للأرسنال هو الخيار المثالي؟ في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية أيضا نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ريان شرقي لاعب نادي ليون الفرنسي البالغ من العمر 16 عام، وسيتعاقد معه على ما يبدو ريال مدريد وسيعيره لمدة عامين لليون
على أن ينضم لصفوف الملكي في سن الـ 18 عام، علما أنه هذا اللاعب سمعنا أنه أيضا الأندية الكبيرة مهتمة بضمه، وهو يحظى باهتمام ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس أيضا. وكان على فكرة يعني الكثير من الأندية تحدثت عن موهبته، وصار في تفاؤل عربي أنه هو ربما سيكون أسطورة عربية جديدة في الملاعب. ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا اللاعب من خلال التعليقات، وبرأيكم أي نادي سيكون من الأفضل لمستقبله. مثل ما ذكرنا، إذا تعاقد معه ريال مدريد رح يبقي مع ليون معارا لمدة عامين. إذن في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو نادي تشيلسي أصبح من المهتمين بضم جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. دوناروما الآن أصبح بالغ من العمر 21 عام، وأيضا مطلوب من قبل الأندية الكبرى، منها ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان. أيضا نادي تشيلسي صار له مدة يبحث عن حارس بديل لكيبا أريدا بلاغا، لأنه على ما يبدو فرانك لامبارد لا يرغب على الإبقاء على كيبا، ويرغب بحارس سوبر ليضمه إلى تشكيلته. إذن خبرونا عن رأيكم بهذا الموضوع من خلال التعليقات. في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو نادي مانشستر سيتي يفكر في ضم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أيضا نحن نعرف أنه نادي مانشستر سيتي يسعى بقوة وبشدة للتعاقد مع مدافعين لتعزيز دفاعه المهزوز، واللي سبب له الكثير من المشاكل خلال الموسم هذا الموسم. طبعا في خبر آخر، وفقا للصحافة الإسبانية نادي برشلونة يفكر في عقد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها البرازيلي فيليب كوتينيو المعار حاليا إلى البايرن طبعا، ينتقل إلى توتنهام هوتسبيرز مقابل أن يحصل برشلونة على تانجي ندومبيلي لاعب وسط السبيرز. أيضا ياريت تخبرونا عن رأيكم بهذا الموضوع من خلال التعليقات. هل تؤيدون بيع كوتينيو وحصول برشلونة على ندومبيلي، علما أنه نادي توتنهام أيضا كان من النوادي الذي حاول التعاقد مع كوتينيو قبل أن ينتقل إلى برشلونة؟ إذن فأكيد ربما سيجذب اهتمامه هذا العرض أو هذه الصفقة التبادلية. ولا ننسى أن كوتينيو عم نسمع أنه هو يرغب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، بما أنه بايرن ميونخ لن يفعل خيار الشراء في عقده، وبما أنه ربما لن يكون له مكان في تشكيلة نادي برشلونة. في خبر آخر، كانت أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند واللايبزيغ وباير ليفركوزن اتفقت على دعم الأندية المتأزمة في الدرجتين الأولى والثانية في ألمانيا، حيث أنها اتفقت على خطة لدعم هذه الأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وستتبرع لها بمبلغ 20 مليون يورو. إذن في خبر آخر، كان بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتن أعلن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا دون ذكر اسم هذا اللاعب، لأنه كان ثلاثة من لاعبي برايتن خضعوا لاختبارات من دون ذكر أسماء اللاعبين، وعلى ما يبدو نتيجة واحدة جاءت إيجابية. إذا وفي خبرنا الأخير، ميشيل هيدالغو نجم الكرة الفرنسية السابق كان توفي عن عمر 87 عام، كان تولى تدريب العديد من الأندية، وأيضا تولى تدريب المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا سنة 1984، وتوج معه باللقب. إذن هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كثير على متابعتكم لإلي في هذا الفيديو، وأدعوكم للبقاء في بيوتكم لحتى كلنا نتجاوز هذه الأزمة، أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم. لا تنسوا أن تنضموا لنا أيضا من خلال البث الحي لصفحة أخبار الآن اليوم للحديث عن أبرز المواضيع التي نتحدث عنها في هذه الفترة، لحتى نطلعكم شوي من الأجواء السلبية ونحافظ على اللايفات الرياضية.
إذا شكرا لكم على المتابعة في هذا الفيديو، بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.